في شخص اشتبهوا بشخص في أمريكا في ولاية واشنطن، اشتبهوا في شخص إنه عملية استغلال النساء، إنه يحاول إنه يخدرهم ويستغلهم ويقوم بتصويرهم. طبعا هم اشتبهوا عليه في قضية واحدة، لما راحوا يحققوا وجدوا عنده جهاز حاسب آلي بنظام تشغيل اسمه كوكو دوس إذا ما خاب ظني، أحد أنظمة التشغيل القديمة جدا. طبعا الفيزيكاتور أيامها والمحققين ما كانوا يعرفوا في الكوكو دوس، ما يعرفوا في الأوامر حقتها، فاستشاروا طبعا مجموعة من المهندسين الآخرين اللي عندهم علم في الموضوع هذا، وطلعوا وجدوا أدلة جنائية تثبت جنايته على 400 حالة استغلال للنساء. وشو كان مشتبه في واحدة، وجدوا 400 حالة. المقصد إنه المحقق لازم يكون فاميلير مع اللينكس، مع الويندوز، مع جميع إصدارات الويندوز، مع جميع إصدارات اللينكس. طبعا قد يمكن نقول صعب إنه الشخص يجمع ما بين الكل، على الأقل إذا أنت متخصص في الويندوز تكون عندك أساسيات اللينكس، تكون عندك تواصل مع أشخاص محترفين في اللينكس، بحيث إذا احتجتهم أو مثلا في النيوزليترز في الـ أو الجروبز، إنك تحاول تشارك في الجروبز المتخصصة في أنظمة تشغيل اللينكس. نصيحة ثانية، build your own references and contacts. زي ما قلنا كل قضية، كل شيء تتعلمه حاول تسوي له دوكمنت بحيث إنه يكون سهل الرجوع له، لأنه من الأشياء اللي لاحظتها مثلا في عالم الفورنسكس المعلومات متوزعة. تيجي مثلا في أمريكا عندهم سياسات وعندهم إجراءات، في أوروبا عندهم سياسات وإجراءات، السعودية عندها سياسات وإجراءات وفي التحقيق الجنائي. فأنت حاول إنك تجمع الريفرنسز الخاصة فيك والكونتاكت، المواقع الخاصة في الفرنسيك، الجروبس الخاصة في الفرنسيك، حاول تسجل فيهم بحيث إنك تاخذ أول بأول المعلومات الحديثة. follow the technology and upgrade your skills. زي ما قلنا على سبيل المثال، أول ما كان يعتبر الجوال مثلا من الأجهزة أو الأجهزة الإلكترونية اللي تخش في الجرائم الإلكترونية، الحين والله وجدوا إنه أغلب الجرائم الإلكترونية تستخدم فيها الجوال، ف يعني تعتبر من أحد المجالات اللي هو الموبايل فرانسيكس، من أحد المجالات اللي دحين ناشئة جدا، صاروا يطلعوا عليها شهادات ويطلعوا عليها دورات تدريبية كثيرة في البلاك بيري، في الآيفون، جميع أنواع الجوالات. Know more about laws and regulation. لازم تعرف مجموعة الأنظمة والقوانين واللوائح التنظيمية والإجرائية سواء في الدولة اللي أنت فيها، وبرضه لازم تطلع على غيرك بحيث إنك تعرف إيش الفروقات. Don't stop practicing. دائما حاول إنك تتدرب أول بأول. ولحسن الحظ إنه في برامج كثيرة تعطيك أساسيات الفرنسيكس. على سبيل المثال دحين ناخذ ديمو على برنامج اسمه برو ديسكفر، هنحاول ان شاء الله ناخذ عليه ديمو سريع. طيب الفرنسي كورس ورك ستيشن هي البيئة او المعمل اللي يقوم فيه المحقق الجنائي باجراء التحقيق. طبعا في البداية كمبتدئ لا يتطلب اشياء كثيرة. على سبيل المثال ورك ستيشن رانينج ويندوز اور لينكس، اي تصديرية انت فاميليار معاها. رايت بلوكر ديفايس، الرايت بلوكر قد يكون سوفت وير قد يكون هارد وير. الهدف منه انك لما تاخذ ايمج وصوره مطابقه للدليل الجنائي، تحاول انك وانت بتاخده ما تغير فيه ولا بت. طبعا مثلا انت لما جاك كمبيوتر قدامك مطفي ترنده، اذا انك شغلته فانت دحين تكتب على قيم مسجل مثلا في الريجستريز والتمبرري فايلز. ففي ادوات اللي هي الرايت بلوكر سواء هاردوير او سوفت وير تضمن لك انك تاخذ ايمج زي ما تم اقفاله في اخر مره، بحيث انك ما تغير ولا بت في الدليل الجنائي. فيحتاج مثلا كمبتدئ رايت بلوكر، موجود سوفت وير وهاردوير، كمبيوتر فرنسيك اكويزيشن تولز، برنامج عشان تستحوذ فيه على الأدلة الجنائية، برنامج آخر عشان تسوي في عملية التحليل. أغلب البرامج تدمج الخاصيتين الأكويزيشن والأناليسيس. التارجت درايفر تو ريسيف ذا سورس ديسك درايفر، دائما يقولوا من الرول اوف ثامب، يعني من علامات النجاح في عملية التحقيق الجنائي
انك لا تسوي عملية التحقيق على نفس الامج اللي استحوذت عليه. خذ الامج سوي منه عدة نسخ وتأكد انهم جميعهم نفس المتطابقات، وعن طريق مثلا على سبيل المثال حساب الهاش، وقتها جرب على الكبز اللي عندك بحيث انك تضمن ان الصورة الأساسية ما غيرت فيها. فيكون لازم يكون التارجت درايفر اللي هو الجهاز اللي حتحط فيه له الايمج، تو ريسيف ذا سورس ديسك درايفر اللي هو السورس ايمج، سبير باتا اور ساتا بورت، قد تحتاج انك تجيب هارد ديسك خارجي من جهاز انك توصله بالجهاز حقك، تحتاج بعض البورتس اللي هي الساتا والباتا، اليو اس بي بورت، اكسترنال يو اس بي بورت، قد تحتاج انك تركب بعض الاجهزه، قد تركب بعض الهارد ديسك الاضافيه. هذا اديشنال ايتمز كود هيلب. هذه تقريبا في البدايه اللي هي اللي نقول المعمل للمبتدئين في عالم الادله الالكترونيه. على سبيل المثال انا عندي احد الامثله اللي قريتها من احد الكتب اللي هي عن example of computer crime اللي هي company policy violation. هنا نقول السيناريو يقول انه استقبل المدير اسمه ستيف احد الشكاوي حول كفاءة عمل احد الموظفين لديه اللي هو موظف اسمه فهد يعمل كموظف مبيعات. طبعا هذا فهد اتغيب عن العمل لمدة يومين، سألوا عنه، ليس مريض، ما قدم تقرير طبي، وما بلغ احد عن غيابه. موظف آخر اسمه وجدي برضو تغيب عن العمل وما بلغ أحد عن سبب غيابه. قام المدير ستيف، رحت اسمها العربية ولا خلينا مع المدير ستيف، قام المدير ستيف بإقلاق قسم الـ Information Technology في الشركة بفحص الفرصة الصليب للموظف فهد وفهد حيث إنه يشوف إيش الأشياء اللي قد تسبب تغيبه وإيش سبب نزول كفاءته في العمل. طيب، فمن ضمن الأشياء اللي عشان نسوي التحقيق الجنائي شيء يسموه systematic approach. على سبيل المثال لما جانا قرص المحقق الجنائي، لما جاله القرص اللي يحتوي على الأدلة، أول شيء يسوي initiate assessment about the type of the case، يحاول يسأل أسئلة يتعرف فيها على القضية اللي يتعامل معها. مثلا على سبيل المثال قلنا انها كومباني بوليسي فيليشن، اختراق لسياسه من سياسات المنظمه. طيب ايش نوعيه السياسات اللي تم اختراقها؟ طيب هل الشخص اللي انا بتعامل معاه هل هو حق اي تي ولا ما هو اي تي؟ ايش مدى معرفته بالتقنيات؟ تسال اسئله بحيث انك تاخذ معلومه كافيه عن القضيه اللي انت بتتعامل معاها. preliminary design to the case، تحاول انك تبني تحط خطوات مجموعه من الخطوات اللي تتبعها خلال التحقيق الجنائي. تيجي تقول والله انا حستحوذ على الدليل الجنائي في اليوم الفلاني، حستخدم البرنامج الفلاني، استحواذ في اليوم الفلاني، حخزنها في الدرايفر الفلاني. الخطوه الرابعه determine needed resources، تحدد الريسورسز اللي احتاج رايت بلوكر، احتاج برنامج فلاني، احتاج برنامج فيجواليزيشن، البرامج اللي تحتاجها. اوكتين ان كابي ان ايفيدنس، تاخذ الايفيدنس الدليل الجنائي، تاخذ منه نسخه وتحفظها، وتاخذ نسخه ثانيه تعمل انت فيها، ولازم تتاكد انه النسختين متطابقه. ايدنتيفاي ذا ريسك، زي ما قلنا في البدايه، هل الشخص اللي انا بتعامل معاه حق اي تي هل هو له باك جراوند جنائي؟ على سبيل المثال طيب هل الشخص اللي انا بتعامل معه هل في احتمال انه والله سوى للفايلز وايبنج بحيث انه مسحها نهائيا؟ ايش احتمال انه استخدم ملف وسوى له زيب وحط عليه باسورد؟ هذه كلها ريسك انت قد تتعامل معها في عمليه التحقيق الجنائي. انت تحط الريسك اللي قد تتوقع انك تواجهها. Mitigate or minimize the risk. على سبيل المثال اذا انا عرفت انه مثلا يستخدم برنامج زب وحط عليها باسورد، فاروح احاول اسوي عده ايمجز زياده باك ابس بحيث ان انا احاول اجرب كل واحده. Mitigate the risk، اجيب مثلا برنامج حق باسورد كراكينج، احاول اني اكسر الباسورد حق الزب.
تسدى ديزاين، تحاول انك تسوي تختبر الديزاين اللي حطيته الخطوات، ريكفر ذا ديجيتال ايفيدنس، اناليز ريكفر ايفيدنس، تحاول تحللها، تدور على دليل جنائي يمكن المثول امامه.